أختي أعطتني عفوا 10,000 جنيه شغلهم معايا وأنا مش محتاجهم، ينفع أديها كل شهر 100 جنيه كأني شغلتها؟ أنت حر، أنت حر يا محبة الرحمن، يعني ما لكن لا تشترط هي عليك ذلك. يعني أختي قالت لك يا محبة الرحمن يا أختي أنت أختي غالية علي، شغلي لي هذه 10,000. فأنت قلت أنا شغلها لك خالص، أخذتها تشغليها لك وليس لها مجال عندك، فأكرمتها بالربح من قبل نفسك، جزاك الله خيراً.